كويسة. إن شاء الله. ميرسي. تسوي تشربي إيه؟ أي حاجة. كنت بتعدي من تحت البيت؟ حصل. وبتلعب بالنور؟ أكيد. كنت فاكرة إنك نسيت. أنت نسيتي؟ لا. ولا زمان لو كنت بضرب النور في أوضتك كنت بتنزلي على طول. لو استنيت شوية كنت هنزل. زي ما أنت. وأنت كمان زي ما أنت. المشكلة إن عمري ما نسيت. وعشان اقعد قدامك بالثبات ده طول عمري كنت بهرب من الوحش. ما كانش في وحش يا شيخ. كان في ايه؟ فكرني. مش شايف الاول كده؟ لا استنى استنى. فيس يور فير. بجد واجه مخاوفك. قول لي دي فرصه عشان اساعدك. مفيش داعي. لا عشان خاطري قول لي ايه الوحش اللي كان؟ يعني الفرح اللي كنا حددنا ميعاده مثلا؟ لعلمك كان خير، بس في حاجة كانت أوحش. إيه بقى؟ إنك هاجرت. كنست حالة أقعد. ليه؟ لأني كنت هدور عليكي وحاول أشوفك. ودي حاجة وحشة؟ آه. ياه، لو كنا رجعنا لبعض كانت هتبقى حاجة وحشة؟ وقتها آه. مفيش راجل كرامته بالجرح بيرجع. كان لازم أبعد. أبعد في مكان ما أقدرش أشوفك فيه، حتى لو حاولت. تمام، وإيه اللي رجعك؟ هما واقفين أوي. طب قولي لي، اتجوزتي؟ لا. خفتي؟ أنت عارف إن قرار الجواز ما كانش سهل بالنسبة لي. عايش لوحدك؟ طب قولي لي أنت لما استنى استنى. عمال تسأل تسأل وأنا أرد. الدور عليا بقى. أوكي، اتفضل. أولاً جبت نمرتي منين؟ ثانياً اللي فكرك بيا؟ ثالثاً كنت فين السنين دي كلها؟ وآخر حاجة بقى استني استني كل الأسئلة دي أرد واحدة واحدة. طيب ماشي، اتفضل رد. جبت نمرتك منين؟ جبتها من رجاء. ما قالتليش. عشان كنت فين؟ كمان؟ ما تقطعنيش بقى وخليني أركز. كنت فين السنين دي كلها؟ استنى استنى، أنت إيه؟ جبت نمرة رجاء منين؟ رجاء ما غيرتش نمرتها. أنت اللي غيرتي نمرتك. أيوه صح، مظبوط. طب كنت فين السنين دي كلها؟ كنت بره. إيه اللي فكرني بيكي؟ أنا عمري ما نسيتك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.